عيش جو شوكولاتة أكتر مع ديدو، أكيد ما جربتش الشعور. وحتكون أنت المميز وتركب أمواج الشوكولاتة مع ديدو. مش قلتلك جو شوكولاتة أكتر؟ الوكيل الحصري شركة الجانم للتجارة العامة. مشاهدينا ومتابعينا يسعد مساكم دائما من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد في هذه الأمسيات الرمضانية المميزة في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير. في هذه الأمسية راح نكون في برنامج خاص اربح مع شركة الجانب للتجارة العامة ووكيل شركة أولكر الرسمية. ولا تنسوا الطعم الألذ وأحلى لحظة مع بسكويت ديدو. كونوا معنا في هذا البرنامج بين السؤال والحزيرة والجواب والجوائز المنتظرة من شركة الجانب للتجارة العامة. سيكون برفقتي من وراء الكاميرا براء عمر ومني أنا منتصر عناني. في الإعداد والتقديم يسعد مساكم مع شركة الجانب للتجارة العامة. عيش جو شوكولاتة أكتر مع ديدو، الوكيل الحصري شركة الجانب للتجارة العامة. في عنا شركة الجانب للتجارة العامة، وكيل شركة أولكر وبسكويت ديدو المميز. إذا بتجاوب على السؤال بتأخذ جائزتك فورية. السؤال بيقول، عرفنا باسمك. علي أبو خاطر. علي أبو خاطر. علي، هلا لو جينا قلنا لك ذبابي، إذا بتسمع على مدى 2 كيلو صوت، كديش لو بدها تسمع على مدى 4 كيلو كديش بدها وقت؟ كيلو. كيلو. طلش على حدا، طلش على حدا، رد على حالك دايما. رد حالك. شو رد حالك؟ شو؟ والله ما بعرف. ما بعرفها. بعد كيف كيف؟ شو يا عمو؟ عيدك فيها؟ سؤال. كمان مرة. ما أقصى بعد عن صوت يستطيع الذباب سماع هذا الصوت؟ ما أقصى بعد. يلا شوف. عشرة كيلو. عشرة أمتار. تردش على أبوك. عشرة كيلو. ولا ترد على أبوك، لا كيلو ولا أمتار. شوف. هي عندها حاسة بالنظر بس. طب مالها يعني؟ الذبابة؟ بتسمعش. عندها حسات النظر عندها. طيب شو مالها؟ بتسمعش. تسمعش. تعال. يوسف جاموس. يوسف أبو جاموس، عندنا شركة الجانب للتجارة العامة، عنده بسكويت ديدو المميز. الذبابة يا جماعة ما بتسمع. بتسمعش الذبابة. مزبوط. مزبوط. عشان هيك قلنا كم متر وكم كيلو. عشان أعطيني هاي من شركة الجانب. وين هالأمورة؟ يلا هذه إلك. كل يلو. كل سنة وانت سالم. كل سنة وانت سالم. ومبروك. مبروك. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. يلا عيش جو شوكولاتة أكتر مع ديدو، الوكيل الحصري شركة الجانم للتجارة العامة. ما هو الحيوان الذي يصاب بالحصبة كالإنسان؟ صوروا فيه حيوان بنصاب بالحصبة، بس غريب هذا الحيوان على كل حال. شو يا سيدي؟ أشعر. وخذ هديتك. شو يا سيدي؟ والله ما مر علي. والله ما مر علي. مرش. والله العظيم سهل. يا سيدي شيخ. صعب والله صعب. اقرا الفاتحة بلكي تيجي معها. بنصاب بالحصبة زي الإنسان. زي الإنسان بالضبط. إيش؟ الكرد. شو؟ الكرد. سمعتوا يا جماعة شو قال؟ وفي مثل بيقول الكرد في عين أمه غزال. 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 وبنصاب بالحصبة كيف صار؟ شو بعرفني؟ هي لجان. هي لجان. هي لجان. هي لجان. الكرد فعلا هو اللي بنصاب بالحصبة زي الإنسان. صوروا. أعطيني. سفكوله يا عمي. طيب طبعا طبعا بدك توزع على الشباب الطعميهم هلا. هاي من شركة الجانم طبعا بسكويت ديدو المميز. كله ان شاء الله للامام وتقعد بخير. عيش جو شوكولاتة اكتر مع ديدو، الوكيل الحصري شركة الجانم للتجارة العامة. ما هو اسم صغير الضب؟ سمعت شو اسمه؟ تعرف شو اسمه؟ صغير. ابنه الصغير للضب. شو اسمه؟ شو بيقولوا له؟ ساعدوه يا جماعة. شو؟ بيبي. البيبي. يا حينة حلوة هاي البيبي. حلوة هاي، عجبتني البيبي. شو اسمه؟ شو يا سيدي؟ أول ما بعرف. شو مش عارفه؟ هون كان للبيبي. لا أول. شو رأيك؟ الضب. كمان مرة، ما هو اسم صغير الضب؟ أبو إيش أنت؟ أبو رامي. أبو رامي. نعم. طيب. طيب يا سيدي،
بدناش بدنا نغيرها. وحياة شواربي وبحلفوا عليهن اليوم حبيبي. والله وحياتك إلا ربحك حبيبي يا سيد. حتى لو من غصب عني لو بدي غششك على عينك يا كاميرا كمان. كيف أنا معك؟ الله يحييك يا سيد. طيب، ما هي مدينة التلال السبع؟ سمعت فيها؟ مدينة التلال السبع. يلا رد علي. روما. أنا إله بضربها مش أنت يا زلمة. روما. شو؟ روما. أبو إيش أنت قلت لي؟ أبو رامي. أبو رامي أحلى صفقة لأبرامي يا جماعة، صفقوا له. حبيبي شكراً لك. طيب أبو رامي هاي لك جائزة من شركة الجانم بسكويت ديدو. كل سنة وهم سالمين وإن شاء الله إلى الأمام يا رب. عيش قوي شوكولاتة أكثر مع ديدو. الوكيل الحصري شركة الجانم للتجارة العامة. في عنا بسكويت ديدو شركة الجانم للتجارة. إذا بتجاوب على سؤال بتأخذ الجائزة فورية. هلا ما الصورة التي تسمى بالفاضحة؟ مرت معك؟ لا 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 سمعت شيء. ما الصورة التي تسمى بالفاضحة؟ شو؟ شو؟ الفاتحة؟ لا مش الفاتحة ولا كهف. شوي شوي طوفة. مش عارف شو. غير لك السؤال يا حجي. بس والله السؤال سهل. والله السؤال سهل. طيب ده غير لك اياه حجي مشادي. طيب تقدر ترددي لي هالجملة 5 مرات بسرعة؟ شوي بس لورا حبيبي. بسرعة سهلة جدا. لوري ورا لوري. تعرفيها؟ وانت طالع من دكتور اسنان هلا. اه يا حجي شو؟ لوري ورا لوري لوري ورا لوري لوري ورا لوري لوري ورا لوري لوري ورا لوري. والله إيش بالوكل لسان. طيب بس للحج الجائزة حج مشادي هاي من شركة الجانب للتجارة. شو بتقولي له؟ شكرا عيدا. وإحنا بنقول لك كل عام وانت بخير. عيش قوي شوكولاتة أكثر مع ديدو. الوكيل الحصري شركة الجانب للتجارة العامة. تعرف أين تقع الأعراف؟ مرت معك؟ شو؟ قولي لها. في القرآن. أما احنا بنعرف بالأعراف في سورة الأعراف، بس أين تقع الأعراف؟ هلا الأعراف إلها اسم موجود في مكان معين. هلا عشان نغششك عينك عينك على الكاميرا والوقت قرب ينتهي. هلا شو في الآخر عنا؟ شو في؟ هنا شو في هون؟ في ملائكة. ملائكة. في هنا حساب. ملك وهنا ملك. طب في الآخر شو في عندنا كمان؟ في حساب. حساب. وشو في شو الحساب؟ في يوم قيامة. شو كمان؟ شو في كمان يوم القيامة؟ في نار وفي جنة. الجنة. الأعراف أين تقع؟ في الجنة. لا مش في الجنة. خير الأمور إيش؟ في النار. خير الأمور الأوسطها وين؟ بين؟ بين الجنة والنار. بين الجنة والنار. الأعراف تقع ما بين الجنة والنار. وإن شاء الله إحنا ما منكون هنا بدنا نكون في الجنة إن شاء الله. بعرفش ندخلها لا هون ولا هون. إحنا بين راح يعملوا لنا شو اسمه الله أعلم. الله يستر. شو يا ملك جاتك صحيحة؟ وين تقع الأعراف؟ بين الجنة والنار. بين الجنة والنار. هات هاي جائزتك من شركة الجانم. بس مش لحالك تأكليها بالطعم كل العيلة. طيب شو بتقول لها شركة الجانم اليوم؟ كل عام وانت بخير وينعاد عليكم بالصحه والسلامه. واحنا بنقول كل عام وانت بخير. خسرت شيء؟ طيب كل عام وانت بخير. مشاهدينا ومتابعينا مع ملك ضميري بنكون وصلنا للمحطه الاخيره في برنامج اربح مع شركه الجانب للتجاره العامه. طول كرم دواري شويكي. لا تنسوا كمان بسكويت ديدو المميز ووكيل شركه اولكار في محافظه طول كرم. لا تنسوا دائما شركه الجانب للتجاره العامه طول كرم دواري شويكي. راح نتواصل معكم في برنامج اربح مع شركه الجانب يوميا على شاشه تلفزيون الفجر الجديد. فكونوا معنا. عيش قوي شوكولاتة أكتر مع ديدو. أكيد ما جربتش الشعور. وحتكون أنت المميز وتركب أمواج الشوكولاتة مع ديدو. مش قلتلك جو شوكولاتة أكتر. الوكيل الحصري شركة الجانم للتجارة العامة.